السلام عليكم ومرحبا بكم يا أصدقائي في هذا الدرس الجديد على قناتكم نوريوتاك. اليوم سوف أقدم لكم أفضل وأروع برنامج لتعديل الصور على الحاسوب. البرنامج مجاني 100% وحجم البرنامج صغير جدا وبمواصفات احترافية عالية. سوف نقوم بالدخول في البرنامج كما ترون يا أصدقائي، وسوف نقوم بتعديل صورة لكي تروا هذا البرنامج كيف يعمل وأهم مواصفات هذا البرنامج. على بركة الله، البرنامج اسمه فوتوسكوب، لديه عدة خصائص من بينها تعديل الصورة، تحويل الصورة، وضع صورة، وتصوير الشاشة كما ترون يا أصدقائي بسهولة تامة. تصوير الشاشة بجودة الـ HD. هنا تستطيع أن تركب عدة صور بصورة واحدة، ونحن الشيء الذي يهمنا هو تعديل الصورة. بالمثيل عندي هذه الصورة على سطح المكتب، أريد أن أعدلها على هذا البرنامج. أقوم بتجربة هذه الصورة أمامكم، فأقوم بإدخالها على البرنامج لكي نعدل عليها يا أصدقائي. بالمثال ممتاز، هذه الصورة بجودة الـ HD كما تشاهدون يا أصدقائي. فلديه ميزة وضع كادر للصورة، فيحتوي على أكثر من 50 كادر جد رائع. مثلا أختار هذا الكادر، وهنا لدي خاصية الألوان التي أحبها كثيرا. أختار لون مميز للصورة، يوجد أكثر من 30 لون. أختار أوت، أي أن جودة اللون الذي اخترته جودة عالية. فالتطبيق يقدم لنا عدة مزايا جد رائعة يا أصدقائي. أنا جد متأكد بأن التطبيق، عفوا، أن البرنامج سوف يعجبكم كثير. سوف أضع رابط تحميل هذا البرنامج أسفل الفيديو في الوصف. وأتمنى منكم يا أصدقائي الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو ونشر هذا البرنامج مع أصدقائكم. بالمثيل أريد أن أضع اسم قناتي هنا. هنا النص، تضع نص كما تحب. مثلا أكتب نوريوتاك اسم لقناتي، وأضع له ظل أسود زيادة في الظل كما تشاهدون. البرنامج جد رائع، فهو سهل الاستعمال عكس البرامج الكبيرة مثل الفوتوشوب أو الإليستراتر. هنا أنواع الكتابة، تختارون النوع الذي تحبون. فنجرب هذه مثلا. رائع، أصغر الكتابة أضعها في على الجانب. ممتاز. هنا أيضا لدي الإيموجي، العديد والعديد من الإيموجي الجميلة، واللوجو، أختار لوجو ناسيونال جيوغرافي بالمثال، أضعه هنا في لا تأتي هنا أحسن. ممتاز. وتكون لديكم لمسة سحرية لكم. البرنامج لديه عدة خصائص ومميزات. هنا أضيف الألوان، هنا لإخفاء شيء ما، وهنا لديبليكي كلك شوز، لنسخ شيء على الصورة. بالمثال هذا البرنامج أستعمله منذ 5 سنوات يا أصدقائي.
مثلا أريد طبيعة الصورة أو أضع الصورة ثلاثية الأبعاد مثلا. والجميل في هذا التطبيق أنك عندما بالمثال تقوم بتعديل على هذه الصورة، الصورة الأصلية تبقى لك في مجلد، ويعطيك الصور الثانية التي عدلت عليها. سوف ترون هنا تضعون ظلا للصورة. لديه عدة مميزات. الشيء الجميل أن التطبيق مجاني وليس كبير، تطبيق لا يفوق 30 ميجا بايت. عفوا أنا أقول لكم التطبيق لأن تطبيق للهواتف وبرنامج للحاسوب، فهذا برنامج ممتاز. لابليكاسيون اي لوجيسيل، هذا ستان لوجيسيل. والان اقوم بحفظ الصورة. هنا حجم الصورة تظهر لنا، نضع اوريجستري سو او اوريجستري، فهو يعطينا مجلد على الصور الاصلية ويتحفظ لنا الصور التي عدلنا عليها كما ترون أصدقائي.